بعيد الشر عنكم كلكم. هذا تقرير مستشفى تو الحين طلع وبين شنو فيني بالضبط. ليش قاعد أقول الموضوع هذا؟ لأن اللي فيني موجود بأغلبكم. فقلت أنا بما أني عرفت السبب وعرفت العلة وعرفت العلاج، خلوني أفيدكم أنتم. أنا توني طالع من دكتور صبري عبد الدايم، دكتور مخ وأعصاب. فيني عوار بالكتف وبنص الرقبة هني، يعني بالفقرات، أبر صينية، حجامة، علاج طبيعي، مساج، كل شيء سويت. ممكن شيء يخف بعدين يرجع مرة ثانية مثل ما كان، ما سوينا شيء، وشيء ماكو فايدة. رحت حق هالدكتور، دكتور مخ وأعصاب، سوالي أشعة اللي تنسدح وتدش داخل وتلف عليك. طلع الأشعة قال لي طلال واضح اللي فيك، اللي فيك مرض جديد، حتى في عالم الطب مصطلح جديد اسمه تكست نيك أو موبايل نيك. قلت شنو موبايل نيك؟ ما فهمت، وضح. دس لي الصورة هذه، ركزوا معي كلكم الحين، كلكم قاعد تشوفون سنابات وأنا أدري أن راسكم مايل يعني 45 درجة. إذا الراس كان سيدة، ترى جمجمة ثقل ها وزن، راح يكون الثقل على الفقرة 5 كيلوغرام مثل ما تشوفون. تميل بزاوية 30، شو شلون يصير؟ يمكن دبلين ثلاثة، يصير وزن الجمجمة على الرقبة 18 كيلوغرام. شوف زاوية 45 اللي هي أغلبنا وطول اليوم، زاوية 45 يصير الثقل على الفقرات كأنها شايلة وزن 45 كيلوغرام. ركز، هذا يعني أنا ما قلت مدة، الحين ساعة أنت راح تذبح الفقرة. هذه شو تسوي؟ شد عضلي، تآكل في عظم الفقرات وتسوي ديسك كلنا. وللأسف إن صادني هذا المرض، عوار وصداع، شيء مو طبيعي مو محتمل. أنا طبعا ترى مو قاعد ألف عليك، أنا شخصت ورحت المستشفى وسويت أشعة وجربت وسويت التخطيط الأعصاب. فاللي فيك مو شرط اللي أنا قاعد أقوله، يمكن شيء ثاني، مرض غير، لكن أنا قاعد أنبه على السواد الأعظم اللي هو هذا اللي أنا ماسكه. هذا هو السواد الأعظم، هو السبب الرئيسي. فإذا يمكن أنت حاولت وجربت وشفت، ويمكن هذا كلامي يعني ناقوس خطر، أن دير بالك وارفع راسك وخلي عيالك الصغار يفتكون منه. طفل صغير في ديسك ليش؟ عسى ماشر. وهذه الحالات موجودة ترى. فأنا الدكتور صرف لي حبوب، حبوب مرخي أعصاب أو مسكن أعصاب مع علاج طبيعي يوم وترك في مستشفى، ما بيقول اسمه، خاف تعتبرونه دعاية وتقولون قاعد تسوي دعاية، ما راح أقول، بس إنه علاج طبيعي بالموجات الصوتية وشيء كذي. الله يشافي الجميع، ودير بالك وحط بالك وذكر نفسك وذكر أهلك وعيالك ومرتك وأمك وأبوك اللي مسكت التليفون، مو كذي، الله لا يهينك، بس ارفع راسك. بس أنت الحين لما تجربها، الحين لما ترفع راسك راح تحس براحة، لأن خف الضغط هني. وزن يا جماعة الخير، جمجمة وزن، مخ وعيون وجيوب أنفية وأسنان ودنيا، هذا كله تنزله، الضغط كله هني بالنص. الله يشافي الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله أكون يعني نبهت أو خففت التعب على وايد ناس، وإن شاء الله الدسك ما يحوشكم مثل ما حاشني. والله يشافي الجميع.